إقجاع الفريق الوطني فوق الجميع وحل نهائي ينتظر ملف زياش. أوضح فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لن يوزع الوعود قبل نهائية كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، مشددا في الآن ذاته على أن الالتزام الممكن أن يعطيه للجماهير المغربية هو العمل بجد وتوفير كل الظروف اللازمة لكل مكونات الفريق الوطني المغربي في هذا العرس القاري. وأضاف القجع في تصريحات لمصادرنا أن اللاعبين والطاقم التقني والطبي والإداري وكل من له علاقة بالمنتخب الأول مطلعون على نبض الشارع الرياضي المغربي وواعون بحجم المسؤولية والآمال المعلقة عليهم لتحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة المقبلة من منافسات الكان. وعن طريق تدبير ملف عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق برشلونة الإسباني ورفضه تلبية دعوة أسود الأطلس، أشار المتحدث ذاته إلى أن جامعة الكرة والناخب الوطني قام بما يجب في الموضوع وكان على اتصال مباشر مع اللاعب وإدارة نادي برشلونة لتسيير عملية انضمامه إلى بعثة المنتخب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا. وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أنه تواصل مع مدرب ورئيس النادي الإسباني بغرض تسهيل المأمورية على اللاعب الذي أعرب شخصيا عن رغبته الكبيرة في حمل قميص المنتخب المغربي مردفا قبل كل شيء. وكما أقول دائما الفريق الوطني فوق الجميع، حمل القميص الوطني شرف عظيم والدفاع عنه يحتاج الإرادة وحبا من الأعماق لهذا المنتخب. وعن إمكانية التحاق حكيم زياش مجددا بالفريق الوطني وكيفية تذويب الخلاف القائم مع الناخب الوطني واحد خلال زيتش، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الملف سيكون من بين الأمور التي ستفتح عقب الكان لحلها بصفة نهائية.